السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع الإخوان. اليوم نشوفوا إن شاء الله، يعني كما كتلاحظوا، يعني الطريقة ديال التحجيل ديال الفراخ ديال صغار الكناري. أيوا، هادو موسم 2019 إن شاء الله. بالنسبة كما كتلاحظوا، يعني كنخليو ديك الصبع يعني اللور، كما كتلاحظوا يعني طريقة سهلة وسلسة. نتمنى التوفيق إن شاء الله لجميع الإخوان. إيوا، بالنسبة لهاد الأنثى، يعني الأم ديال الفراخ، يعني بكرية، ونتمنى إن شاء الله ما تكون شي مشاكل، يعني من ما تكونش يعني ما كتحاملش مع لي باغ، يعني كما كنقولوا. وتحية طيبة لجميع الإخوان. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.